نحن ذكرنا فيما مضى أن القراءة واحدة، كما قال الإمام الباقر القرآن واحد نزل من عند الواحد، والاختلاف يجيء من الرواة. يعني عندنا قراءات 7، 10، أكثر، هذه اجتهادات للقراء، هذا الاختلاف جاء من الرواة، لكن القرآن واحد نزل من عند الواحد، قراءة واحدة هي القراءة الصحيحة، وهي القراءة المشهورة بين المسلمين الآن، اللي يقولون قراءة حفص عن عاصم هي هاي قراءة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه القراءة هي القراءة التي رويت عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، حافظ عن عاصم عن السلمي أو السلمي عن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. طبعا أضافوا آخرين، لكن هو اللي نشر هذه القراءة، وليست نحن نقرأ على هذه القراءة لأن حافظ عن عاصم رواها، لا، حافظ عن عاصم قرأ القراءة التي قرأها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وقرأها الأئمة عليهم الصلاة والسلام. سائر القراءات اجتهادات من الرواة. نعم، نحن الله سبحانه وتعالى تسهيلا كما يقول مجموعة من الفقهاء يجوز لنا أن نقرأ بتلك القراءات، لكن القراءة التي نزلت هي قراءة واحدة.